تعالوا مع حضراتكم نتابع أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم، هنستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل في سياق العرض التالي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فتح باب الاشتراك أمام الناشرين في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدءاً من السبت 7 سبتمبر. ومن المقرر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب 56 في الفترة من 23 يناير 2025 حتى 6 فبراير 2025. كانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استقرت على اختيار شخصيتي المعرض، وقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل. النهاردة هتنظم محافظة القاهرة ملتقى توظيف بمشاركة 19 شركة ومنصة لتوفير عدد من الوظائف للشباب. بيبدأ الملتقى من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً. بيعقد بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بمشاركة 19 شركة ومنصة. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، من أهمها مباراة إنجلترا مع إيرلندا في تمام الساعة 7، في الساعة 10:15 ليلاً مباراة منتخب ألمانيا مع منتخب المجر، ومباراة منتخب هولندا مع البوسنة والهرسك.